بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا اصدقائي في قناة عالم اطفال. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم لعبة جميلة جدا، جايبه لكم لعبة حيوانات الغابة. زي ما انتم شايفين اللعبة عاملة ازاي، تعالوا نفتحها مع بعضينا. يلا نفتحها. يا اصدقائي اللعبة بتاعتنا نخليها من الكيس. ادي لعبة الخرتيت، بصوا حلوة ازاي، الخامة بتاعتها تقيلة كده، جميلة جدا. الخرتيت بس حلوة ازاي، يعني نشوف الفيل بتاعنا. بص ادي الفيل بتاعنا، وادي الدب، جميلة جدا. وادي النمر بتاعنا، بص. وادي الزرافة بتاعتنا الجميلة. طبعا احنا كلنا بنروح حديقة الحيوان عشان نتفرج على الزرافة. ادي الزرافة اهي، جميلة جدا. وادي الاسد طبعا ملك الغابة اهو، اللي بنقعد ندور عليه في حديقة الحيوان مش بنلاقيه، معرفش بيبدوه فين اهو. وادي النمر تايجر بتاعنا. في هنا نمرين، بصوا في شكلين، نمر ونمر، واحد منقط وواحد اهو، واحد منقط واحد مخطط. واللعبة جاية معاها زي اعشاب كده اهو، النباتات بتاعتنا اهو، وجايبة معاها شجرة حلوة اهي. لعبة جميلة جدا، هعمل لكم بيها حاجة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. اهو اللعبة بتاعتنا النهاردة حيوانات الغابة، نحطهم كده اهو، الاعشاب بتاعتنا نحطها كده اهو. وادي الزرافة بتاعتنا اطول واحدة فيهم، وادي الخرتيت اهو من قدام. يا رب اللعبة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم، لعبة جميلة وبسيطة حلوة جدا بيحبوها الأطفال. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.